ينتظر أن تستقبل هذه الملاعب التي لا تزال في طور البناء في البرازيل حوالي 3 ملايين زائر سيتابعون مباراة كأس العالم. وقد بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم ببيع تذاكر مباراة المونديال على موقعه في الإنترنت، ويصل ثمنها ما بين 70 و 740 يورو، وتبقى شبكة الإنترنت الإمكانية الوحيدة أمام عشاق الكرة لاقتناء التذاكر، كما أنه لا توجد إمكانية لحجز رحلة تتضمن تذكرة كما كان الحال في السابق. 21% فقط من مجموع التذاكر ستكون متاحة للجماهير العالمية، بينما ستخصص 13% للجماهير البرازيلية. وتصل نسبة التذاكر التي تتضمن خدمات أخرى كالسفر والإقامة إلى 13%، وتصل تكلفتها إلى 21,000 يورو، وهي متاحة للقلة من المشجعين فقط. ويحظى منظمو البطولة ووسائل الإعلام وموظفو الفيفا ببقية التذاكر. ولا يبقى أمام عشاق كرة القدم سوى البحث عن طرق أخرى للحصول على المزيد من التذاكر. يجب على جماهير الكرة المشاركة في مسابقات الحظ التي تقدمها شركات الراعية للحصول على تذاكر، لكن هذه الطريقة تطرح العديد من التساؤلات. ولا يبقى أمام جماهير كرة القدم سوى الأمل في الحصول على تذاكر حضور المباريات وفوز فريقهم المفضل.